فوت فيه، بس لأنك ذكرت حماس بدك تسمح لي هون. دائما بيطلق توصيفات على رئيس وزراء العدو بأنه، وحتى يعني ما يقوم به كان العدو مؤخرا من يعني مجازر معودين عليها أو عنا فكرة عنا، بس حتى هذه اللحظة يعني لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية حجم هذا الإجرام اللي عم نشهده. بس بنفس الوقت في عندك أصوات أو في عندك سواء متحاملة أو حتى تطرح السؤال بشكل تساؤل أنه هل كان من الجنون ما قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة والحجم حجم الصفعة اللي وجهتها لإسرائيل وكل ما يحصل اليوم وتداعيات بعد 7 أشهر وفي أي أفق؟ هل العمل الذي قام به بعيدا عن الحق بالمقاومة وكل ما نعرفه عن مظلومية القضية الفلسطينية ومظلومية غزة تحديدا، بس كل حرب أو كل عمل عسكري له هدف أو له غاية ونتيجة، الغاية أو النتيجة اللي عم نشوفها هلأ بتخلي واحد يسأل بدون ما يكون متحامل بالضرورة على أنه هل كان ذلك يستحق؟ ممكن نسأل نفس الشيء على الحربين الأولينتين، يعني كانت حروب يعني حماس تدور حول الأسرة، تبادل الأسرة، وتدور حول تخلص حماس من العقوبات ومن الحصار الاقتصادي يعني الغذائي. فأول اثنين تقدر تشبههم ببعض على الرغم من شكل العملية الأخيرة، بس أنه فيها 7,000-8,000 شهيد كل واحد، وفيها دمار يعني لا يصل إلى الدمار الحالي، بس أنه يعني مش أنه هديك كانت تسلية وهذا مع حفظ، بس عم أقول أنه كان ممكن ينقال بيستاهل أنه يطلق سراح يعني بضعة عشرات بمقابل دمار اللي أحيق بغزة مرتين. سؤال تاني، بتستاهل يعني الحملة السلمية سنة 2018 أنه ينصاب فيها 37,000 جريح منهم 8,000 إعاقات يعني مقطوشي الأيدي، 251 شهيد، 251 شهيد؟ هذا السؤال، مش لتضيع الموضوع، بس أنا رأيي العنوان الفعلي له هو الكلفة الباهظة لأي شيء بنعمل بفلسطين. هذا واحد. اثنين، إذا كان المقصود كعملية عسكرية أنا شبهتها بأنه أنجح عملية عسكرية منذ حرب الجزائر، حرب مدينة الجزائر سنة 57، اللي هو استولوا على القصبة، على المدينة العربية، الثوار جبهة التحرير، وانطلاقا منها عملوا عدد من العمليات، ويعني أطلق شرارة الثورة الجزائرية التي أدت إلى التحرير، ومش أطلق شرارة، كانت موجودة بالريف، انطلقت عالميا. وكان فيها بالمناسبة يعني ضلنا ننسى، كان فيها مجاهدات كانوا يحطوا متفجرات بالبار تبع الفرنساوي والآخره، ولا زلنا يعني نحترم ونبجل مرة مثل جميل بحيري اللي هو. فالكلفة هي بمقياس مش اللي حصل فقط، بمقياس بالأول مدى الفشل الداخلي اللي عم يجري محاولة الانتقام من الفلسطينيين بسببه، وبلش يبين هلا بدأت الاستقالات. فهذا أول شيء. اثنين، إذا الحكم عليها كعملية عسكرية، إذا الآن بعد 7 أشهر 6 أشهر عم ينقال بالمراجع العسكرية الإسرائيلية إنه في عدة آلاف من المقاتلين تبع المقاومة الفلسطينية موجودين بشمال قطاع غزة، فهذا بيعطيك فكرة. إذا في يعني جيش مسعور كان عم يقول بده يبيت حماس وما بده يفاوض وقيادي وراه، وأنا رأيي في قيادي مش بس يعني نتنياهو، هاي التحليلات النفسية حول نتنياهو يسمحوا لنا فيها. نتنياهو بالمناسبة تيار الوسط بإسرائيل، لأنه هو يعني على يمينه في بن غفير وذاك الثاني، وعلى يساره إذا جاز أو الأقل يمينيا منه المعارضة يائر لابيد غانتس تبع غانتس. هذا يعني بهالمعنى أنا أختم بالقول هون، خلي الشعب غزة يعبر. في ناس بغزة عم يعيطوا، عم يصرخوا، عم يقولوا ما بنستاهل، لا ما بحطوا الإعلام العربي ماشي الحال، بس إنه فليحكم شعب غزة على قيادته، هو منتخبها. هيدي دولة عندها 30-40,000 موظف، وعندها يعني حضور شعبي مدهش على الأقل كما تبين.
هيدا اللي انا برايي في نقطتين اللي ذكرتهم استوقفوني وبدي يعني اتوقف عندهم. الاولى المرتبطه بما ذكرته عن يعني كل ما يقال حول انه كل هذا الشيء اللي عم يصير او كل هذا الجنون مرتبط بشخصه لنتنياهو. لما يصير في تركيز على الشخص او حتى التركيز على الشخص اذا بتراقب يعني عدد من التحليلات والخطابات انه المشكل الحقيقي هو بوجود جنونين على 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 ضفتي الصراع، جنون مرتبط بشخص مثل يحيى السنوار وجنون مرتبط بشخص مثل نتنياهو. من يحمل هذه السرديه او من يركز بانه المشكله هي مرتبطه بشخص اللي هو اسمه نتنياهو؟ في تحامل بهيدي المقاربة لتبسيط أو تسخيف حجم عمق الصراع الحقيقي وحجم يعني المظلومية اللي كان موضوع تحت القطاع لما يصير في موازاة بين اثنين، أو التركيز على الشخص مش على المؤسسة أو على الكيان بشكل عام؟ رأيي في اثنين، بس في بالأول يعني التمييز بين المحتل وضحية الاحتلال، بين الفارق حصار، يعني انه شبهت العمليه بانها عمليه خروج من السجن. في ناس لقطوا السجانين وقتلوا الاخرين وطلعوا من السجن، رغم انه يعني في تضخيم استثنائي مكشوف صار مفضوح حول نوع الضحايا وقطع رؤوس اطفال ومش عارف كله، بس الـ حتى الرقم انخفض فجاه من 1400 ل 1200 لما تبين انه في 200 شخص مقتلينهم الاسرائيليين من بالغلط الـ يعني انا قصد اقول انه هذه هالعملية الحكم عليها عسكريا بأنها عملية يعني ناجحة، إذا عم تحكي عن يعني مستوى العمليات اللي كانت تقوم فيها المقاومة الفلسطينية، مستوى المقاومة في تجهيز استثنائي بقى جديد تمام، وفي كثير من الذكاء والشغل. يعني أنا مثلا وقت كانت آخر هجمات الإسرائيلية على الجهاد الإسلامي كان رأيي طيب غريبة، هذه حماس كأنها صارت سلطة مثل السلطة الوطنية ما بتتدخل، طلعت حماس مقطشة الريعة وقاعدة عم تبني قدرة عسكرية 30 ألف مقاتل. طيب هذا مش تبسيط، هذا مش تبسيط.